واحنا اللعيبه عارفه ان المباراه تبقى صعبه جدا. احنا كان عندنا شوطين زي ما بيقولوا، احنا الشوط الاولاني الحمد لله طلعنا باللي احنا عايزينه، الشوط الثاني بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه بكره ونطلع باللي احنا عايزينه ان شاء الله. طبعا اللعيبه عارفه الموقف اللي احنا فيه وعارفه صعوبه المباراه. المباراه اللي فاتت واحنا في تونس كان فيها جمهور كان موجود، واحنا كنا عاملين حسابنا ان الجمهور كان موجود، واحنا عاملين حسابنا كل السيناريوهات اللي كانت موجوده، اللعيبه كانت مركزه واللعيبه هي عارفه ايه هدفها. واحنا كلمنا بعد ما رجعنا برضو من تونس اللعيبه الكبيره ومعايا اللعيبه الكبار اللي موجودين عارفين ايه هدفنا. احنا عندنا شوط تاني واللعيبه كلها مركزه، والفتره اللي فاتت كلها كنا بنشتغل على المباراه، والحمد لله يعني اللعيبه عارفه ايه الفتره الجايه هنعمله. مفيش حاجه اسمها سكه زياده خالص، احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ما عدناش. ان شاء الله الماتش الجاي بكره نتاهل، نركز بكره ونعمل شغلنا وكله يركز في المباراه. بعد المباراه ان شاء الله بعد ما الحكم يصفر نقول مبروك النادي الاهلي. احنا خلصنا المباراه الاولانيه في تونس، احنا زي ما قلت في الاول خالص ان احنا بالنسبه لنا في ماتشين، الشوط الاولاني احنا خلصنا هناك واحنا خدنا النتيجه اللي احنا عايزينها. اللعيبه مركزه جدا الفتره ديت ان الماتش ده اصعب من الماتش الاولاني. احنا بنحترم فرقه الترجي جدا واحنا عارفين ان هم عندهم خبرات كتير جدا في البطوله الافريقيه، زي ما احنا برضو عندنا خبرات. اللعيبه احنا على طول بنتعلم من الدروس اللي حصلت قبل كده، واحنا على طول بنتذكر اللعيبه الفترات اللي فاتت ايه اللي بيحصل بالظبط احنا اللي بنتكلم فيه. عشان كده المباراه دي هتبقى اصعب من المباراه اللي هناك في تونس، واحنا عارفين ان المباراه دي صعبه جدا، وبنحترم فريق الترجي وعامل لهم حساب. طبعا الفرقه كلها مركزه والفرقه كلها عارفه ان احنا لسه ما تاهلناش، هنتاهل ان شاء الله بكره بعد صفاره الحكم ان شاء الله. ده اللي احنا حاطين بكره، هنبذل اكتر من ماتش تونس، والتركيز هيكون اكتر من ماتش تونس ان شاء الله.